بصوا يا شباب، هنعمل الشكشوكه. وصفه سهله جدا جدا وظريفه. معايا ايه؟ معايا 6 بيضات. تقدروا تكتروا البيض عن كده براحتكم، 8 بيضات، 10 بيضات، حسب انتوا عاداتكم قد ايه. تقدروا تقللوهم عن كده برده مفيش مشكله. معايا بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، معايا شبت مفروم تقريبا ربع ربطه او ممكن توصل لنص ربطه من الشبت، نفرمها بالسكين عادي. وبرده كزبره خضراء برده نفس الكميه، تكون برضو مفرومة، يا إما ربع ربطة لو هنستخدم مثلا 4 بيضات، لو أكتر من 4 بيضات تبقى نص ربطة من الكزبرة الخضراء ومن الشبت، تمام. ومعايا برضو بقدونس. هنحتاج فلفل ألوان متقطع مكعبات صغيرة، معايا كمان مشروم متقطع مكعبات. طبعا المشروم ده اختياري، لو أنتوا تحبوا هيبقى ظريف جدا مع الشكشوكة، حاجة كده دلع يعني، لو تحبوا، لو أنتوا عندكم يعني. ملح وفلفل اسود، معايا معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معايا كمان عصير طماطم تقريبا 4 طماطميات كده مضروبين في الخلاط، عليهم معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، وميه سخنه وبس. والشكشوكه طبعا بتتقدم معاها عيش بلدي سخن بقى خطير. هنحط زيت كده، وهنزل اول حاجه خالص بالبصل. ومعايا كمان المشروم، عايزه اقلبهم كده ايه مع بعض، وارش لهم شويه ملح وفلفل. وزي ما اتفقنا كده ايه، المشروم ده يعني حركه كده اوبشن، يعني لو انتم مش حابين تحطوه مفيش مشكله كده. حاضر يا استاذه سموره، معلش عندنا فاصل دلوقتي، يعني مش ممكن بس دقيقتين كمان؟ صعب كده، هخلص بس دي على طول ونطلع فاصل كده. بصوا، اول ما البصل يدبل والمشروم يبتدي يدبل شويه كده، هقوم نازله بفلفل الوان، وبرده ده اختياري، ممكن فلفل رومي اخضر بس مفيش مشكله كده. الريحة خطيرة. عايزين نحط بقى ايه، كزبرة ناشفة، عايزين نحط كمان كمون، هحط تاني ملح وفلفل، نقلب الريحة تجنن. نحط بقى ايه زي ما اتفقنا، شويه من البقدونس، شويه من الشبت، والكزبره الخضراء، ونقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. اسهل شكشوكه في الدنيا وتحفه. كده كده اهو، ومعايا الطماطم المضروبه في الخلاط، وعليها معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم. ممكن كمان لو عايزين ميتين كده مكعبات مع الخضار ده برده هتبقى حلوه جدا كده بالشكل ده. واخر حاجه بقى معانا البيض، عايزين نحط البيض على الوش كده اهو، بس نوسع كده اهو. احنا صلصة الطماطم فيها صوص، يعني مش محتاجين نحط مية سخنة ولا حاجة. لو انتوا حسيتوا انها ناشفة شوية ومحتاجة شوية صوص كده، فنزود لها مية سخنة براحتكم خالص مفيش مشكلة. هرش رشة فلفل وملح بس على البيض كده من فوق، واغطيها واسيبها على نار هادية، ونطلع فاصل بسرعة جدا. بصوا البيض اهو استوى ولسه فيها صوص، تجنن وريحتها فظيعه. الشكشوكه، شكشوكه بالبيض والخضار، وصفه سهله جدا برده وظريفه وشهيه وحرشه، بصوا كل حاجه.